اهلا بكم على لالا بلس، معكم مروه بالحسين خبيره الشعر والتجميل. موضوعنا اليوم كيخص البشره، خصوصا كيف ما كتعرفوا هاد لا بانديمي اللي كنعيشوا اكطويلمون ديال كورونا، لو بور دو ماسك عطى بزاف ديال الناس، يعني خرجوا ليهم حبوب بحال حب الشباب، حساسيات الى غير ذلك. اليوم حضرت لكم واحد الماسك اللي غادي نقوموا به جميع باش نحدوا من الظهور ديال هاد الحبوب على البشره ديالنا. دونك الماسك ديال اليوم مناش كيتكون؟ كيتكون من بودرة ديال الحليب بودر، عندنا عسل، كركم، ثم عصير الحامض. دونك كناخذوا مقدار ديال 2 معلقات كبار من عصير الحامض، كنديروا معاه ربع ملعقة من الكركم، ثم ملعقة من بودرة الحليب، وملعقة عسل. ولكن عسل السدر لأن ماليه من فائدة رائعة على البشرة كان من الأفضل. دونك نخلطوا المكونات ديالنا حتى كيدمجوا مع بعض مزيان، ومن بعد كنقوموا بالتوزيع ديال الماسك ديالنا على البشرة ديالنا كاملة. كنخليوه لمدة 25 دقيقة في حالة استرخاء، ثم كنشطفوا البشرة ديالنا بماء فاتر وكنغسلوه بالغسول ديال اللي كيكون كيوالم لينا البشرة ديالنا. نتمنى ان وصفة اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في وصفات جديدة.